قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. أنا النهاردة لقيت عندي الأستك ده والخيط والشمع، فقررت أعمل بيهم حاجة. أكيد يعني مش هلف بالخيط التوكة. تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه. يا كراكيب كراكيب كراكيب. وده شكلها بعد ما خلصناه، شفتوا؟ كتكوت جميل قوي قوي، وعملت واحد منه برضو سادة.
حلوة جدا جدا جدا، وانتوا براحتكم ممكن تعملوا اي شكل انتوا عايزينه يعجبكم. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.